فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد التداوي بالسدر وتحديد 7 ورقات؟ نعم، ورد هذا، أنه 7 ورقات ذكر في فتح المجيد، 7 ورقات من السدر يقرأ، يدقها ويخلطها بالماء ويقرأ معها من القرآن، ثم يرش المريض بها، فهذا مما يشفى به من السحر بإذن الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.